هذا اللقاء الخامس الحصة الرابعة والخامسة الحصة الرابعة واللي مرة يكون الحصة أخرى طبعاً الحصة الرابعة وكي شرفنا أنا نصرف الأخ حامد الحمدي وأطور ديال الجامعة ديال العريش اسمنا دعاء جبائي واللي غاي شرفنا بواحد مجموعة ديال التوضيحات واللي غاي سرفهم للأخوان ديالنا بسم الله مابقاش في المجال مثلا اللي كنشتغلوا فيه حنا اللي هو الجبال المحليه مابقاش في العذر على ان الانسان يبقى جاهل بالقوانين ديالو مابقاش عذر الاداره على انها تخلي عندها شي معلومه بالعكس المعلومه كل ما وصلت وتوسعت حنا كنتمناو الجهات المنظمه اللي هما الهيئات مثلا الغرفه والجمعيات و... يعني والاخوان كاملين اللي ساهموا معنا في هذه المدينه ان شاء الله الرحمن الرحيم فنشر اي معلومه كتوصلوا بها ونشر هذه اللقاءات ولما لم يكنش داكشي على قطاع واحد معين بحال تكون قطاعات متعدده ومتنوعه لكل اللي فيه المجال ديالو حتى نلقاو واحد المستوى ديال التعاون والتواصل على شي كامل كيعود الصالح العام يعني اكيد ملي كتكون هاد النوع من المقاربه بين اطراف كامله متدخله في الشان العام مثلا هي المواطن والقطاع اكيد تكون النتيجه احسن وتكون حتى داك السوء الفهم اذا كان تتم الازاله ديالو بالنقاش والتوضيح احيانا كتكون عندنا واحد النظره سيئه على الاداره بعض الناس كيكون عندنا نظره سيئه على المنزل ولكن حنا في اطار تعاون ثقافه اخرى جديده نطرحوها والاخوان كنشكرهم في الوقت اللي داروا هذه النتيجه وكنشكر الاخوان كذلك المهنيين اللي حقيقه مده الحصص هذا هما كيواكبوا وانا براسي حضرت شي كذا الحصص هذه استفدت كثير من الحاجات كذلك هو الاعتراف اللي هو احساس بالمسؤوليه سواء عند الاداره او سواء عند المنزل وهذا الاحساس يكون اهم شيء فيه بالنسبة للإدارة هو تعطي المعلومة الصحيحة توفر المعلومة للملزم الاستقبال الجيد التعامل الطيب والانفتاح على كل الشركاء ديالها وبالنسبة للملزم هو الانتظام أنا أش نقول الانتظام الملزم المنتظم هو ملزم يستحق الاحترام والتقدير لسبب بسيط أنه منتظم المسائل ديالو وما كيطرحش مشاكل الإدارة وما كيعطيش الاداره شي دارية على انها تكون عندها شي دير شي اجراءات قانونيه اللي ممكن دير المساله ديالها حنا بغينا نوصلوا على ان الدعاء الجبائي ديالنا قال في علاش نوسعوا ولكن هذاك التوسيع ديالو يكون على اساس تحقق فيه واحد النوع ديال العداله هذيك العداله كتحقق حنا عارفين شنو هو المجال ديالنا مثلا المقاهي الحاليه انا جبت واحد في شاشات بطاقه تقنيه هاد البطاقة التقنية كتهم ديك الضريبة ديال المشروبات وهي موضوع ديال النقاش ديالكم سواء كان على المستوى المحلي ياك السي يونس وياك السي وحتى على المستوى الوطني هاد الضريبة ديال المشروبات القوانين المطيرة ديالها واضحة وبينها انا درت هاد الورقة التقنية هكا باش حتى المواطن وحطيتها حتى في الإدارة كاين الرسم المفروض على محل بيع المشروبات كيتأدى في الشهر الذي يلي فصل الاستحقاق هي كتخلص كل 3 شهور 3 شهور كما انتم عارفين دابا هذا الشيء ولكن كتخلص في الشهر الذي يلي الشهر الذي يلي الاستحقاق عندكم شهر واحد بالنسبه للكاتريان تريمس عندكم شهر 4 عندكم شهر 7 عندكم شهر 10 هذا كنسميوه البيان السنوي البيان الربع السنوي عندنا في علاش القرار الجبائي ديالنا محددها في 6% بالنسبه للمقاهي المشروبات ومشروبات باش الاخوان عاوتاني كيرفعوا هذا اللبس في كل محل ما يشرب ما كيجيوش اخوان يقول لا انا عندي هي من بالا لا سيدي كتأدي كتخلص بالنسبة للحانات عندنا 10% في القناة الجبائية دايرين لهم 10% لأن ما يمكنش أنا كنهضرو على مستوى العدالة غير اسمح لي بالنسبة للبلبلات واش ما يشرب واش داك العصر اللي كيديروا يعني كاين واحد من البنات اللي ما عندوش مثلا مونازا ولا ما عندها مشروبات اللي بواسو غازي انا عطيت فيكم كيشربوا فيه حتى اللبن غير اللبن سي اختي هذه خلص الضريبه حتى هو كتشملوا هذه القضيه ديال هذا الربع السنوي الربع السنوي الربع السنوي وكتجي واحد الحاجه اخرى موراها هذه محددها الماده معروفه وموراها كاين الاقرار السنوي الاقرار السنوي هو ديك الديكلاراسيون امري اللي كديروا خصها قبل فاتح ابريل وفق الماده 69 كيدير كامل ولا خاص هذا بوحدو ديال كنخلصو 3 شهور 4 تريماس وقبل فاتح ابريل كدير واحد الاقرار السنوي ديك الاقرار السنوي كدير على اللعب كامل نعم الا درتي قبل فاتح ابريل كتفرق 500 درهم الامور كتكون عاديه لان هو هذاك الكوميون هو المشرع علاش دارو
داروا ربطوا بجزاءات وغرامات. هو داروا معليش الاداء الى درتي قبل الفاتح قبل معليش الاداء السلام عليكم. ولكن إذا درتي معطل فوق ابريل كيلزمك 15% على ان لا تقل على 500%. علاش؟ علاش؟ ماشي لان المشرع كيعشق الجزاءات والغرامات، لا كيبحثوا على النقطه الانتظاره. حيت الا خلصتي انت ربع تريميس اكيد ملي غادي تجي تخلص لي تريميس الكاتريم تريميس غادي دير الاقرار السنوي ديالك اوتوماتيكيا. هادشي تخلص كاتريم تريميس غتقول لي شهر واحد غتقول لي هادشي بايت انا خصني نخلص اوتوماتيكيا خصو يعطيك الاقرار السنوي تعمر فيه اربعه. ها انت اوتوماتيك المشرع كيبحث على الانتظار لانه هو علاش المشرع دار هذا راه اقراريه. هذا كيتلاعب عندكم هنا لا ديالنا. لا هذا ديالنا. المشرع علاش دارها؟ فيه تزكيه لروح المواطن والثقه في المواطن والرفع من قيمه المواطن. حنا ما نقولوش شحال خصك تخلص. انت خصك دير الاقرار. وعطيك انت دير الاقرار. ودير تصريح التريمستريال ودير الاقرار السنوي لان المشرع في راسو كيفرض فيك حسن النيه. ماشي سوء النية كما قال الاخ اللي قبل منك الضرائب مرة اخرى قال على انه حنا النظام الجبائي ديالنا ولا الضريبي اخترنا هاد ديال الاقرارية لانه باش نخلقوا ثقافة حقا لان ماشي ما يمكنش البلاد كاملة غادا في واحد التوجه ديال الفتح وديال الانفتاح وديال الشراكة براسو وما نوصلوش لهاد المسألة. دونك هذاك الاقرار اللي دار قبل فاتح ابريل قبل فاتح ابريل ما عليه والو حقا الا فتي فاتح ابريل نهار 1 ابريل عليك 15% على ان لا تقل على 500 درهم. هاد 500 درهم كذلك كاين 10% زائد 5% عن الشهر الاول عن الشهر الاول من التاخير. الى تاخرتي شهر كتزاد لك 15% 10 زائد 5 و 0.5 موراها عن كل شهر باش الحساب يكون عندكم واضح. حنا هادشي كامل دابا محاكين فيه. انا كاين الاخوان دابا ولاو كيعرفوا اكثر من الموظفين ديالنا يمكن في هادشي ولا انا قلت حكمي اليوم حكمي غدا زيد 5% زيد 5 الاخوان ولاو فيه. ولكن كاين واحد الثقافه ما عندناش كمهنيين كنقول هي هذه مجموعة الاقرار لم يحدد فقط في البياج في البيمون ملي تجي تخلص. شي واحد عنده مايك مشاهد ماشي مشاهد البيمون المشرع ما دارش البيمون فقط. حنا كنهضروا مثلا ملي كنشوفوا الغرامات والاقرارات كنهضروا كنشوفوا ولا لاحظتوا الاقرار السنوي صرح به قبل فاتح ابريل الماده 67. ولكن ملي كتهضروا الاخر الورقه في الجدادة التقنيه اللي درت لكم قلت لكم ان التصريح بالتحسيس ملي كتجي ديروا القهوه وكنقول للاخوان خصك تعمروا التصريح بالتحسيس 30 يوم 30 يوم لتاريخ الشروع في المزاوله النشاط. اذا بديتي عند 30 يوم موراها باش كتصرح لي تصريح هذا كيسوى شحال زيرو درهم حقا الا درتيها موراها 500 درهم 15% على انه اقرار. كاين الاقرار بتفويت النشاط او التوقيف ديالو او نقله او تغيير الشكل القانوني للمؤسسه عندها فيه 45 يوم ابتداء من تاريخ وقوع احدى هذه الحالات السلفه بالذكر ويتضمن جميع عناصر التصفيه الرسميه ماده 67 ماده 68. الاخوان شحال مره كيسدوا القهوه وكيمشي ايوا ملي جيتي تفتح القهوه ديتي الرخصه ودرتي واحد المجهود وشاركتي معك ادارات اخرى وعلى الاقل ملي تسدوا القهوه دير واحد الاقرار ديالك انكاليزي واعطينا فيه الاسباب. واش 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 انت باغي تصلح واش عندك شي ظروف خاصه مجبره ولا شي يعني باش حتى الاداره كتبقى تتابع معاك. كيوقع لنا هنا كتوقع واحد العلاقه تصادميه ملي كيجي الاخ مثلا سد القهوه وجا كيقول لك اسيدي لا انا كنسد ولكن انا بالنسبه للاداره باش نثبت نقدر نكون كنشوف سديتي ولكن انا باش نثبت على انك انت كنتي سد
كنوجهكم للسلطات المحليه. راه شحال الاخوان يمكن الافاده ديالك كنقولوا حتى ما افادات السلطات المحليه على انك كنتي على انك مشمل النشاط ديالك. هذه العمليه في هذه الطريقه المشروبات نقول دابا تقريبا هذه واحد 4 سنوات كان الاخوان بداو كيتفهموها. النقاش اللي كيتطرح هذا بالنسبه للاخوان هو كيجي كيقول لك اسيدي انا 600 سنه بالفعل لا بالفعل لان واحد القضيه اسمح لي هو هذا القرار الجبائي طبعا ماشي شي قران منزل حنا جينا غنزلوا على عباد الله ونفرضوا عليهم غتخلصوا لان كيف ما كتعرف اي قطاع قطاع هذوك راه ديال عنده المشاكل ديالو الناس كتعاني كتلقى واحد مثلا فتح واحد المحل صغير وعيان صغير ماشي تمعش منه هو وليداتو تقازل في الفليسات في البريديات في كذا عمل هذه عنده ناس كيشغلهم وكذا فما يمكنش حنا نجيو نشارجيو عليه الجبال خصها تاخذ المستحقات ديالها الماليه راه سي اس اس هادي فالسيد حنايا مقسوم على 80 داك جوج قرا كما جوج ريالات اللي كيدخل نعطيهم حنا الجبايات نعطيهم الماليه وياخذوهم خدامه ولا سي اس اس ما غيقال والو هذا السيد هذا الا حنا غنطبقوا من داك المفهوم ديال تشجيع الاستثمار وتشجيع الطبقه المتوسطه اذا راه خصها تتعامل بواحد الليونه وتشارك الناس هذا حنا اللي غنبغيو اللي غادي يبغيو نديروا تعديل في القرار الجبال خصنا نعيطوا لهاد الناس هادو نجلسوا معاهم ونشوفوا الاحتياجات ديالهم والمشاكل اللي عندهم الاكراهات اللي عندهم واش بالفعل هاد الناس خدامين ولا ما خدامينش وراه كل مدينه والنيفو ديالها فحنا ممكن انا السفنيه تكون قليله ولكن ممكن انا هاد السفنيه تكون كثيره تكون بزاف عليهم فحنا كنشوفوا السيد عنده محل هو خدامه طوابر عامرين كذا ما كنشوفوش اللي شارجلي عليه ها الضو ها الماء ها اللي كيدوي ها اللي مقابل الداخل ها اللي مقابل برا هكذا مجموعه ديال لي شارج الاكراه طبعا لا البلديه كتفكر ولا الجبايات كتفكر غير بحال هذا استخلص ذاك الواجبات يمكن انه لو بدينا نشارجيو على هذا السيد ممكن ان نديو به حتى هو يطرح ذاك المحل ويمشي بحالو احنا خسرنا غتلقى المحل والمحل كيستنفع منه وشغل معاه واحد 6 ولا 7 ناس من يدير عباد الله احنا خرجناهم بيطاليين يتزادوا على ذاك العروم ديال البيطاليين اللي كاين فكنظن على انه الى غيكون شي هذا القرار الجبائي خص الاشراك ديال هذه الفئه ماشي غير الفئه هذوك كتوش غير يعني جميع الفئات اذا كاين مجموعه ديال القطاعات فعندهم هذوما القهاوي ونجلسوا معاهم نعملوا يوم دراسي لماذا يداو يوم دراسي شوفوا النيفو هذا الوضع الاختصاصي انا معك كاين فترات اللي ممكن القهاوي كيخدموا مثلا واحد الشهر ولا شهرين شهر معاه راه معروفين ذاك الشهر مثلا ذاك التريست ممكن اننا غادي ولكن ما غادي نعاودش داك الشيء العام كامل لا لا شوف انا هو اي قانون اي قانون النوعيه ديالو والجوده ديالو فين كتكمل في الديناميكيه اللي كيخلقها واي قانون باش يكون قانون حي هو اللي كي وفي المقاربه الشرطيه لا هو اللي كيتصاور باش كيتصاور لانه خصو يكون ان قانون قابل للحياه والاستمراريه احنا ما كنديروش قانون ديال شهر نهار لا هو ديال مرحله ومن بعد كتبان فيه شي مسائل ولا هذا ممكن ما كنحملوش السلاح ولكن ما دخل واحد القضيه بالنسبه للقرار الجبائي اللي تم التعديل ديالو مؤخرا لا هو اللي جرى في واحد مجموعه ديال المباني الماليه بين عشيه وضحاها سمعنا انه بعد السيده في واحد المجموعه ديال الرخص انا شرعت لا انا حملت فيها شي البلد اللي فوق فيها شي ناوي فتح على النهائيه وين فتح على باقي القطاعات انا عندك واحد الفكره اسمح لي وين فتح على باقي القطاعات مستعد الناس هادو وحنا من الجماعه غتبقى في هذاك العضو اللي هو منتخب ديك الجماعه ولا الرئيس ولا كذا ما مولمش بالوضع الاقتصادي يقدر يكون راه شفت عليه موظف هو عضو في الجماعه عضو منتخب ما عنده علاقه لا باللي كيبيعوا شي ولا بمول القهوه فتجد بين عشيات في وضعها غتصبح لي واحد القرار واحد القرار الجبائي اللي هو انا واحد القرار الجبائي اللي تم تعديله في ظروف غامضة مع العلم أنه كاين توصيات بعض ديال الأقسام اللي عندها علاقة مباشرة بالجبايات يعني اعتم صرفوا لهم ماشي سبب اللي صرف بعض الأقسام اللي عندها علاقة مباشرة بالمهنة وكذا أعطيونا ديونا بالرأي ديالكم في هادشي اللي باغي نديره طبعا ذاك القسم بدا الملاحظات ديالو قال لك هادشي اللي باغي نديره راه غير صائب وماشي في المستوى الاقتصادي ديال المدينه هذيك فهما داك الشيء هذاك ما اعتمدوش اسمح لي لا 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 5 سنين اسلي سلس تحملني شويه باش تحملني افتح قوس ونعطيك كلمه شوف انا دابا الموضوع كان في هادشي ديال الرسوم المحليه ولكن فتحتي واحد الهامش انا نقول واش ما كنسميه واش
ديال القرى الجبائي كان ورشا ورشا يمكن ثم كمصلحه كتشتغل كتبذل مجهود كتتصل بينا انت كشخص ملي كنجيو الاداره عندك الباب مفتوحه كنجمع الاستشارات كذا هذا يعني كاين واحد التواصل كبير الاداره منفتحه على المواطن في حين انه الناس اللي كتقرر اللي كتشرع ما كايناش غائبه المجلس غائب ما مولي يمشي شي واقع في المدينه هذه ما كاينش اصلا كيف العقل هاد الناس هادو اللي بغاو يعدوا القرار شي واش عيطوا شي واحد عيطوا لينا حنا باش عيطوا لهاد الجمعيه هاد عيطوا لينا حنا كالتسقيه ديال الجمعيه ديال التجار اعتمدوا علينا حنا كوفاء ديال التجاره اللي فيها الخدماتيين وفيها التجار وفيها الصناع ما عيطوا الحال هاد الناس داروا شرعهم بيدهم وجاوا وزدوا عليك داكشي هذا لا فهذه ماشي العقل باش فارق وكيل ما داخل انا اللي كيشرعوا هادو لا انا غير غادي نعطي واحد الهضره على هاد الناس انا معاك شوف ما عيطولناش اخي استحلال ما كاينش المجلس البلدي ما كيعتمدش المقاربه التجاريه تجمع الناس انا والمدينه اللي كتكون فاشله اقتصاديا راه كتكون فاشله شغل تجمع انا غير واحد الكلمه انا غير قوس تفضل شوف انا الاخ سامر بدا واحد مجموعه ملاحظات واحد غيره واحد الحلقه المهمه زعما عندكم كل نص شوف وانا باغي نقول لك حاجه انا نقول لكم دابا وهذه غادي هذه كلام ما فيه شي صواب هاد الوش ديال القرار الجبائي حنا عندنا قرار جبائي ما تعدلش هذه 10 سنين 10 سنوات ما تحركش حركنا هنا سيتادير ماشي لو بارفي لو بارفي هو ما انزل الله تعالى حنا عندنا قرار جبائي بدينا نخدموا مهام هامين وتبان مجموعه المسائل خاصها تضاف ومجموعه المسائل خاصها تنقاس راه المجلس منفتح على هذا الشيء والدليل هو في النقاش حنايا اسمح لي اخي المجلس ماشي منفتح لا غنقول لك دابا علاش اسمح لي اسي حامد انتم كاداره يمكن منفتح انت عندك عقليه منفتح اما المجلس راه ماشي منفتح الرئيس هذه من هذه الرئيس ما شفناه كنمشي نسولو فيه ما كنلقاوهش تقول لي انت المجلس من الفتح فين هو؟ إلا سمحت لي سي سامي الله يجزيك ما كنلقاوهش يا خالد فين هو المجلس من الفتح؟ كمل غير ما كاينش كمل غير حنا في الجهه الماليه الاخرى باش الاخ سامي يعرف حيت يعرف هادشي لانه خصو يعرف هادشي لانه مسؤول الجهه الماليه كان اتخذ واحد القرار في الجهه الماليه هو ان هاد الورش ديال هذا غادي نبداو شنو قلنا ياك قلنا غادي نبداو اي واحد عنده شي ملاحظه يتم التجميع ولو الملاحظه تكون مكرره تم تجميع جميع الملاحظات باساس ان اي حاجه اللي فيها مجموعه المؤاخذات خاصها تتخذ بالاعتبار خاصها تتخذ بالاعتبار حنا شي بدال وغادي كنطبقوا فيه شويه بشويه وفي اور ميزور كاينه مجموعه العوائق مجموعه الحاجات ما نقدروش نديروها ولا مجموعه ديال الحاجات كتمس شي وضعيه اجتماعيه الناس ولا شي حاجه راه كاينه نقاش حاليا في اللجنه الماليه تبدا هذا الورش ديال التحيين حيت الناس عندهم جامعات اخرى القرار الجبائي راه فيه ماشي كامل كل مره كتعدى فيه شي ماده جوج مرات ولا ثلاثه في العام ماشي مشكل كل مره ولا هذا كيتعدوا هذه الا ما صرحاش خصنا نديرو حنا غير شنو وقع قلنا نبداو نحركوا لانه كان قرارا يجب ان يتخذ اتخذ قرار نحركوا هذا القرار الجبائي نحركوا المياه هاد المية عطات مجموعة التفاعلات وإلا ما كناش نجلسو هنايا دابا هو شنو؟ من ناحية مجموعة الخدمات حتى حنا مجموعة الخدمات هذا لقينا راسنا ما درناهاش ما بغيناهاش دابا كاينة مهن جديدة كتبان واش كاينة في القرار الجبائي هذا غير صعب دونك خصنا حتى حنا مضطرين كإدارة باش نواكبو خصنا نديرو تعديل القرار الجبائي الأخذ بعين الاعتبار ديال الآراء ديال المهنيين غادي يتخاد غادي يتخاد مستقبلا ما يمكنش سيتخاد الرأي ديال أي واحد رأي ديال شخص فردي أي مواطن عنده فكرة تخدم بصالح العام ستشجع وتقيم يدخل حنا قلت المهم تفضل المهم أنا ماشي قانون أنا هادشي من المشروطات أنا بغيت نكمل على 2.6% وقفني هاد جوج القانون كيعطينا أن المشروطات كتبدا 2.10 نعم حنا فعلاش عندنا 6% قلنا هذيك القضية ديال خير الأمور أوسطها طيب أنا أسائلكم نخرج شويه من اجواء الاداره انا يمكن انا لغتي هكا لغتي اتحدث بها هكذا دائما واش 6% ولا 2% بالنسبه لكم تختلفوا في شيء؟ لا تختلفوا في شيء متفق ولكن انا علاش؟
لان انا متاكد ان ديك 6% غادي نديرو حتى 1% غادي ديروا داكشي اللي كنتو كديروه في 6%. هادي المهم كنذكروا بواحد الطريقه حميميه. دابا الاداره ولات عندها اليه المراقبه دابا خصكم تعرفوها وغادي تفعل عليها النقاش. الا كان داير التخفيض مثلا من 6 ل 2 راه اصلا اليه الرقابيه دابا بدات غادي نبداو حتى حنا مراقبين ومسؤولين. هادشي غادي يعطي اخواني لو كان هذا المتمس يقدموه يقدموه ولكن كان مهنيا كذلك لان حنا دابا من هنا الفوق راه ممكن نطلبوا لكم شحال من كيلو ديال القهوه كتستهلكوا في الشهر وخصكم تجيبوا لنا لي فاكتور وشحال الحليب وشحال الاتاي والفاتوره الضوء والفاتوره الماء باش كنشوفوا داك المحل هذا هو نشيط او لا ماشي نشيط. شكون اللي كيطلب هذا الاسم؟ لا الا كان في القانون الا كان في القانون الاستحقاق طبعا الا كان في القانون الاستحقاق شوف شوف كنهضروا في اطار حدود لا هو علاش الماليه كطلب ياك سي الحكومه ماشي مشكل واه عرفتي ماشي مشكل. قول لي علاش قول لي علاش كطلب الماليه باش كنتو كديروا لا ديكلاراسيون ديال التيفي ديال التيفي مزيان. دابا حنا كنعتمدوا على ديك لا ديكلاراسيون التيفي ياك كنستانسوا بها سي حبيب حنا كفرع جمعية وطنية حنا للأسف أن جمعية وطنية القطاع ديالنا علينا علينا سالة وصار في الأيام الأخيرة ديالو يحتضر يحتضر شوف أسيدي شوف أسيدي سالة أسيدي سالة غنبشرك ونقول لك أن أعضاء اللجنة المالية كياخذوا كيمشوا يديروا دراسة اللجنة المالية باش يسوقوها من مجلس من أعضاء المجلس يصوت عليها ما عارفينش شنو وقع في الدنيا والله ما عارفين شنو واقع في الدنيا والله ما عارفين القطاع شي قطاع شنو مالو ماشي اعضاء مصوتين على على زملاء في البلاد وكيمشيو يديروا لجنه ماليه يقولوا اجي ما القهوه شنو مالو راه البشر في الكره البشر شوف اخوان الناس اللي راه الناس بعد بعد اللجنه الماليه اللي بنيتهم لحنا كنقطه ماشي القهوه اللي كيعاني واش كيقول تاع القهوه ما عرفاش شنو واقع القطاع ما عرفاش بغات تدرج نقطه ديالنا وما عرفاش كيفاش غترجع ما عرفاش كيفاش غترجع واش عبد الله هاد الاخ حنا تكون يعيطوا يوسف يونسلاوي حاطوا لي عبد محمد الاخ احمد اكرامي حنا تكون يعيطوا لشي واحد عارف حرفتو ليش واحد ليش واحد غنزقوا وقالوا شنو الدار ديالكم كنا نديروا هذه من جهه ولكن المشكل مقارنه بالتشرف كاين ما كايناش الاعضاء عندنا خصنا نخرجوا دابا نديروا الانتخابات الا بغينا نخرجوا حنا في الجمعيه ديالنا باش نقدروا الامور ديالنا خصنا نديروا الانتخاب خصنا نقلبوا اما خصنا نمشيو بعد الاعداد الدنيه نقلبوا على الاحرار اما قبل 19 نمشيو نرغبوا نمشيو نزوقوا الله يخليكم دوزوا لنا الخطه ديالنا صوتوا لنا عليها علاش ما نعرف حنا سيدي راه بركان البارح شوفوا الاخوه بركان شدوده هذا علاش ما وقع فيها لا شدينا راه يستحيل يستحيل ان نخلصوا لا جوج ولا ثلاثه ولا خمسه ولا سته في اليوم شهر دفتر يستحيل اصاحبي واش عيب الله كتقولوا لي ار الفلوس اللي في جيبي تخلص عليها 6% والمصاريف والفلوس ديال حنا حنا كنطلب ماشي محلي وطني يقول اننا نخلصوا مشروبات على الاربعه اما
باش نخلصوا شي حاجه الشرطه راه صاحبي راه هادشي ما المنطق ما كاينش هذه من جهه هذه من جهه سنه ولكن التصاميم ديال السياق ديال الكلام ديالك كيف يعقل الدوله مثلا في الثقل ديالها من اجل الدعم ديال المقاولات الصغرى والمقاول الذاتي وخاصه ميزانيات كثيره في حين انه كتلقى واحد المقاول اللي هو متواضع ومتوسط مهيكل بالمحال ديالو كذا وكذا ونجي نزل عليه وعلى المفارقه وما عدا حتى معنى الدوله نازله بالثقل ديالها وراسها ميزانيات هائله باش تدعم المقاول الذاتي تعطيه الفلوس باش يبدا هو ديماري يبدا ياسس راسو في حين انه واحد اللي هو مهلكات ومؤسس راسو وشغل مع واحد عدد عباد الله نجي ونزل عليه الماليه من جهه الجبايات من جهه المخاطب اللي غادي تجلس معاه في اطار المقاربه التشرفيه غائب ما كاين شي لا ولا لا في الاله الا الانسان شي عايش مع شي كره الامور ما غاديش نقاش قوي لولا الاحتجاجات ديالنا احتجينا والاخوان اللي عندنا احتجينا ونمشينا لهنا ونجبنا مع السيد الدكتور السعيد خلينا من بعد النقاط واضحه نعتبروا انت تعتذر اما الاخر عندهم نقاط زياده في الخاص ولا خير لا بالنسبه للقطاع النقلي ماشي النقلي ماشي كامل راه تحل في الماتش وكون متاكد السي العسل الجميع ديالكم تكون فيه وكون متاكد عمر غرفه يكون حاضر فيه شوف ماشي مطلوب ماشي مطلوب دابا ولا هو ملزمين به حنا ملزمين به ما يمكنش حنا الدوله غادا واحد المقاربه شنو حنا ملزمين به وهذا كان واحد ديال الاخوان في الاعضاء ديال المجلس الاعلامي والاعضاء ديال اللجنه على هادشي غادي يدرس بهذه الطريقه بحال اليوم بحال هذا ونجلسوا ونديروا ما كانش نهار نديروا يومين ما كانش يومين نديروا خطوه شهور وغادي نوصلوا لشي حاجات ولكن نوصلوا واحد الحاجه تاع السي العسل هي اللي غنتفق عليها شنو هي؟ كيف ما عملوا الناس اولا دابا حنايا واش كنكرهوا؟ جا مجلس المدن السي العسل الجبائي عيا الناس الغرفه شنو رئيس الغرفه لانه دائما تحضر انا بدا في واحد الحاجه اللي هو المهني سي سنه انا غنجي والمطاعم وكذا وجلسوا معاهم في الدار العرب ديالنا شتي عندكم انتم من وتوافقوا على واحد القرار الجبائي اللي كان باش هاد الناس هادو ما كاينينش لا تسال ماشي انت لا ماشي انا بالنسبه للمجلس البلدي غائب ما كاينش معاهم التحاور ما كاينش الرئيس ما كاينش والله تبع الله المدينه غادا على الله لو ما لطف الالهيه والسيد العامل وبعض الناس اللي هما عندهم غير على هذه المدينه هذه راه ما كاين والو انا باغي نسقسي الاخوان في القطاع ديال المقاهي باغي نسقسيهم مباشره على هادشي ديال المشروبات كتوقع واحد التصادمات فيما يخص استغلال الملكي العمومي لا وانتم كمؤسسات او كمهنيين عارفين كيفاش كيتنظم الملك العمومي تقلبوا عليه عرفنا قالوا مزيان حنايا المدينه ديالنا واش قادرين خصنا ننظموها دابا ملي كتكون الحملات فيها المجلس حنا كموظفين بتنسيق مع السلطه المحليه علاش انا نقول لكم علاش درءاً للفوضى درءاً للفوضى واش الراجل عنده المساحه خصو يديها كامله لا يبقاو لا راجلين لا ناس يدوزوا لا حتى حاجه لا حنا انا كنقول لكم واحد الحاجه انا نعطيكم نماذج انا كنشكرك بعدا العسل على الموقف ديالكم اللي درتو واحد الخطره كنت قلتيها وكنت حاضر وكنشكر فيها كنت شوف انا واحد الخطره كنت قلت لهم قلنا غادي نعيطوا دابا غادي يكون الاخوان الجمعيه والغرفه اي حمله غادي نديروا ان شاء الله غتحضروا معنا لانه يعهد اليكم باسم القانون لانكم تاثروا المهنيين ديالكم ومواطنين بصفه عامه لان باش تعرفوا الاكراه شنو هو؟ هو ان ملي كتكون كاينه اللي منتظم دابا انا يحس في نفسي كتلقى ناس منتظمه كتخلص الواجبات الجبائيه ديالها والضريبيه
كتحترم القوانين ديالها والرخص ديالها وكاينه ناس حتى هما كيخلصوش يقولوا الحقيقه راه كاينه مزيان العيال واش نسولوا فيه وعلاش ما كيخلصوش هادو اللي كتمشي كتقول له السيد راه انت عندك واحد المساحه ديال 7 متر مربع ولا 8 متر كيقول لك لا انا خصني نجيها كذا السيد الرخصه اللي عندك ها علاش حيت كاين التروطوار كاين الراجل قدامك عنده قهوه اخرى ولا شي حاجه تخوض ما داغيش ما عطيكش انت عندك هذه المساحه وكيقولوا الشانطيرا اسيب حمد راه كاين الشانطه كاين القانون بالقانون شي بديل شوف كاين واحد حيت المغرب واش معاك القانون ديال بحال بحال والله عام ولا بوحدو علاش لان كل واحد عنده المترج ديالو شحال قبل ولا 10 كيسر شحال حدا الا زاد ليه كيتسبب ويجي يدي ويدير فاز تفهم كان عنده ديالو تما وجاو وجمعوا له الكاسة علاش واش بين فرطة ولا ما خلصش ولا الخلاص إلا كان الخلاص على المسطرة ديالو كانت انت ولا كان عارفة وإلا كان فوضى من حق السلطة ومن حق الجبايل خمس جبايل ما تشغل الحق ديال السلطة إلى فعل الأخوة كان عندك كلشي الكاسة وقفين والشان ديالي هنا هذه هي الشقه وجاو دخلوا هزوا الكاسه ومنين جيت انا لبعد ما بعد جاو الصباغه ونقصوني من هنا حتى من هنا ردوا لي ميتو ومع العلم عندي جميع المراسله ديال الجبايات كتسالك عندك قد قدم الميترو هل شو وجهك فيه؟ هذا راه في المكان وجمعت وجمعوا لي الكراسة وداوني علاش واش على الخلاص أو على ترى مثلا المثلى أنا والقانون اللي كتقول كل الإنسان تعدى الحكم ديالو راه من فوضى كان يقول لي طارق بنوزية ما كاينش جوج طول يدوزو طارق بنوزية أنا سيدي من 98 من 2008 ما كنت على الطوموبيلات ما عندهاش طوموبيلات انا باغي نسول هذا الروح وعطا ليا لا كاين شوف كلشي هنا الحمد لله خدام ماشي مبالغه وكل واحد عنده التاريخ ديالو اذا ما ذكروش عينو ذكروا التاريخ ديالو لانه كلشي انا وطني ما كاين حتى شي واحد حنا غير نقول واش كتبتي في المجلس قلتي له خرج لشي جناح ديال الملك العمومي ديالي هذا اشكال من الدنيا انا باش نكون في علمي ثاني يكون في علمي جاوب يا سيدي أنا عدت طلبة المجلس البلدي أنا ما توصلتش شي واحد مكشين عندي بالحجج عندي مشاكل داخل كنطلب معايا من المجلس البلدي يجي يشوف الضرر اللي كان بالنسبة الصحية الأشغال كذا لأن أنا في الوطن ما كنخدمش ضرر ما كنخدمش والو علاش؟ لأن ما خدمش ما جاوبونيش أو مكشين أو معدلين انا غير في هذا الموضوع ديال غير في هذا الموضوع ديال الملك العمومي واش درتي واحد النسيخه واحد المشيره وسيتيها من تما وتجي لعندنا غدا نخرج عنك انا السبت نخرج نخدم مع هذا وقت انا غادي نجيب لك باش نشوفكم اللي كتشوفوني السيد محمدي وانت جيبان دائما كنت كنجيو كنقول لك كنحترم الملك العمومي دائما كنت كنحترم وانا دابا باش كنقول لك قدام الناس انا احنا ما عندنا ما جات الناس من هذه الكبدين ما عندنا غرامات يعني انت كتقول ضرر باش يشوفوا الوضعيه ماشي من باب انه ملتمس ملتمس لا انا كنقصد غير على داك الشيء اللي في العموم ما شرطيه وهذاك الملتمس درتيه
الزياده دابا راه كاينه عندنا الجمعيه عاشنو دابا اللي غادي نوصل ان شاء الله باش نشوفو انا معاك تقدر غير غندير الناس لا نضطر كاع القبر هو واللي جاي يتسلي هنا كنستعطف السيد رئيس البلدي باش لو القانون اللي عندكم حيدوا هذه حيدوا هذه ونسولوا في الاجانب وغادي نلتزم سي محمد يعني واحد ماشي عليا يعني لا لا ما تصورش ماشي مشكل اللي كاين واحد السؤال واش كتدخل في واش البلدي كتستمتع منها المدة حنا كنديو المسؤولية كاملة شنو خاين حنا شفنا كنخلصوها في التي في ديال الدولة ديال الدولة خصنا نعرفوا واش البلدية كتستمتع من ديك الشغلة إذا علاش كدينا حنا 6% من المشروبات لا كدي من التي في من التي في شنو تشوفوا لا خصنا هذاك الشيء يتوحد دابا بس تخيل لا لا خصنا نلعب لا 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 اسمع هذا صحيح حنا دخلنا 6 مو هنايا حنا غادي ندخلوا ما بينوا لنا شي شيء بينوا لنا كتخلص التي في صافي علاش انا باقا عندي حرب كيف عندي لي عندي عمري ما شفت البلدية عمري ما شفتها شتا مع اللي مشيت خارج السوق خصنا خلص عليه جيت بحال شنو كان خلص كان خلص السوق تيبيا ما كان خلص طراسه ما كان خلص شهر ما كان خلص مشروبات دابا هنا المغرب بحال حاكمين لنا جوج دول حاكمه الحكومه وحاكمه البلديه لان النص كدير البلديه والنص كدير وحاجه وحده اللي كنشوف الحشومه وعين الخدام كيتخلص ب 70 درهم ما كايناش علاش ما كيخلص بماش باش نخلصوا على الخدام كنسرقوا الخدام جونيشن كنسقوا لاسينيس كنسقوا الضرائب علاش لان النص اللي غنديو حنا باش نخلصوا به كديه البلديه لان الطراسه ما خصهاش تخلص كريدي غنخلص ولكن السيطه ما خصهاش تخلص اذا ما غطوش حنا ولا نخلص السيطه عطيني نفرش فوق منها عطيني نعمل الطراسه الفوق من البطاله و... هي كنشوف دابا ولينا كنخلصوا عام هو في سي محمدي واحد عضو وصلنا لواحد العضو قلنا السيد الرئيس يقول لنا تهديد جديد ديالنا الاخوان في الجداد المالية اول الاخوان وخا قلنا لهم التعديل ما عرفوش كيفاش يديروا التعديل ما عرفوش حتى حاجة على القطاع حتى حاجة نهائيا وملي الرئيس هضر مع واحد المسؤول واحد من اللي الرئيس عطيه تفول قال له خلينا نكملوا هذا ماشي تكملوها يعني نديرو تجربة ديال هاد التجربة ديال هاد ونشوفوها كيفاش تخرج التجربة ديال هاد التجربة بحال الوقفة دابا اللي عندنا سلعة 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 لا الورش هذا ما يمكنش يتحكم على شي حاجه ما يمكنش يتحكم على شي حاجه فهاد قوانين جبائيه وهاد القرار الجبائي الجديد وانت باقي ما حطيتيهش كامل الميدان حنا القرار الجبائي دابا باقي ما حطيناش كامل الميدان كامل كيف مجموعه ديال لا القرار الجبائي انا متفق معك عليه لا الرخص مثلا انا ندير مره في العام مره واحده في حياتي صافي واخا 5000 درهم ما يصحنيش مره واحده في حياتي شوف باش انت الله يدي السلام عندي شوف انا غير باغي باش نوصل فكره نكون الناس الزيادة ما كانتش منطقيه لا ما كنهضرش انا على الزيادة في القرار الجبائي ولا غير ذلك انا كنهضر الاخ ولا السيد ولا المسؤول ديال هذه راه كان انا صواب لان خصنا نخرجوا دابا حنا بالله عليكم خصنا نديروا تعديلات سيفلي دابا خصنا نعرفوا شنو غادي يتعدل في هذا القرار الجبائي شنو غادي يتصاوب بمشاركه الجميع وباشراف الجميع وناقشوه العام ولا عام ونص ولا عامين وثمان شهور هاد المده كفيله على اننا نزيدوا شي حاجات اخرى اللي ما عندناش راه بقات كتبان لنا حنا كاداره انتم ما طيحش شي عليكم على مهنيين انا قلت لكم كاينه مهن جديده وما كايناش التعديل اللي درنا السي محمد ديال القطع ديالنا راه فيه الحيف ودابا بالله 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 ثم ما درت حتى شي حاجه بالله عليك بالله عليك ما قايلش حنا شحال من طلب عندنا ديال تخفن من المشروبات هذه كنقول دابا بالله عليك عندي غير نحطوا لك بيان جبريل الله بجمعية محل الفرد المحلوب كل وقت كان عيد ما خصوش ما خصوش لا كان عيد واحد والله ما غاد عيد واحد ثقافة خارج لا غدا بدون بيان كده ما خصوش ملتمس واش قدمت وشو الوثيقة المجلس الجماعي هذه الوثيقة الرابعة شو شو هي المجلس الجماعي لا المجلس الجماعي فيها مجموعة من المقترحات
مجموعة من المقترحات مدققة ومفصلة باش الناس اللي يجلسوا في اللجان في المجلس يناقشوها. أنا دابا ما نجيوش مثلا نجي أنا نكون بلاصة شي هيئة معينة ما نجيش ما نهضرش بقرار جنائي. نجي نشوف النقاط ديالكم اللي شنو ممكن يدار دابا شنو ممكن يدار واش يداروا كاملين اشنو خصو يتناقش. ولكن سي محمد يوحنا نكون أجدى أن هذا التصويت على الأسعار الفصول الجديدة اللي ولات دابا كانت 16 أكتوبر 2017 يعني راه عندها جوج ديال الربوعات. يعني كم يمكن لكم تكونوا حلي شفتوا الحلول ديالها كيف جايه وكيف النتائج ديالها. يعني النتائج ديالها راه قيمة بالنسبة للقطاع ديالها. ما فيهاش استخلاص. يعني جوج ربوعات جوج ربوعات راه بالنسبة لنا تصعيب. شوف شوف انتم راه شوف هذا ما خصناش معنا واحد نحاول نخلصوا 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 هادي جيتني لجيت نستثمر انا بلاد بينو لي شي هادشي هذا بيني مشيت على الكونطاب انا جيت باش نلزم الشرائط هذا كتخلص تي في واحد 250 من الباطو واحد اسمع من هنا انا كي جا قالوا لي كاينه طيبات مشروبات وكاينه 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 ما نعرفش ما نجيش قالوا لي كاينه الرخصه ديال البلديه باش دير رخصه تخلص 7 مليون 8 خلصها حيت عارف البلديه ما تفهم وماشي دير تخلص تي في المهم الباطو ما فيه كتخلص تيبيا لا يطبع اول شيء الوطن راه واش كل بارح لا لا البحث كازا دابا عملنا الوقت في البحث كازا اغنو حنا دابا بني كيخرج على الجيب كيخرج من لهنا اغنو قهوه بعين ديال باش حنا بعين ديال قال له واحد مفتش الشهر هو جالس قهوه قال له بعين 100 مليون في الكحول فغيشتو لا الكحول في داكشي دابا 100 مليون باش انا كنعرف حنا دابا ديال مول الحاله مع مول القهوه ولكن كيمشي داكشي بالنسبه كيمشي داكشي بالنسبه كيمشي بالنسبه لا شوف هو اللي خصنا نفهمو حنا مع بعضياتنا شوف هي تطبيق المقتضيات القانونيه علينا كاملين كاينه متمسات كما قال الاخ بلا عندها الطريق ديالها وعندها الاليات ديالها توجه الى المجلس البلدي حنا كنقولوا ما هو موجود حاليا باش الاخوان ديالنا ما نوقعوش في واحد العلاقه للاخوان تولي يعتبروها علاقه تصادميه وحنا خرجنا منها القسم مفتوح للاخوان مرحبا بهم الاداره ديالهم يجي ويسولوا على المعلومه يسولوا على الدلاله يسولوا على الوثائق شنو خصو يدار ما كاين حتى مشكل راه العلاقه انا كنعرف العلاقه اللي عندهم تما راه عارفين عندهم مسائل كلشي محطوط ما كاين حتى شي واحد كيردهم وحنا كنشتغلوا حتى خارج اوقات العمل الاخوان تما كيبقاو بعمر راس شحال من حنا عندنا مجموعه المسائل كنقول القطاع حاليا في العريج كاينه مجموعه الملزمين ما كيادوش المستحقات ديالهم نقول هادو مجموعه الملزمين هادو اللي خصنا حنا كاملين نتعاون وصولهم حيت هما الا مشاو نهضروا بواحد المنطق ديال التوازن كتله اخرى كتدخل السوق واش ما كيخففش العبء الجماعي بزاف على كل شيء في اطار واحد الكيليبراج لا فهمتينا ناس الا ما داش هكا كيولي واحد الفئه معينه هذوك الفئه دابا مشكله كما قلت السيد خدام ما خدامش وعنده ثلاثه ديال الناس النهار اللي غادي يجي يزول ديك الرخصه يقول لك لا كيمشي كيبقى عليه جوج المليون ثلاثه ديال المليون وديك المحل ممنوع العقد ممنوع تكريه لان الامور غادي تولي الصرامه ممنوع تكريه علاش وانت كانت كتسيد تخلص واحد 600 درهم في 3 شهور ما بقاش شي كتعجز عليها مالك انا كنعرف قهاوي واسمح لي دابا نقول لكم حنا ملي طلعت الاداره الجبهه لان اكتشفنا جزء اخر من العريش نقول جبات قهاوي لا خدامين على مثلا انا واحد القهوه بلا ما نقول الاسم ديالها كانت هذا مشيت فيها تجربه دازت معايا موظف وشينا جلسنا غير نشوفوا ديك القهوه واش بالفعل لقيناها خدامه خدامه مستوى عادي جدا وبالعكس خدام اكثر عمرك في شي قهوه اللي كنا كنظنوا عامرين كنشوف قهوه تما عامرين نقول لكم علاش كما قلت السي العسري حتى ديك البطولات كره القدم الاتحاد الاوروبي كاس اوروبا الانديه بلا شي بلا شي قهوه فوق لك كلشي راه تيعرف ما كنعرفو كومون سا مارش ولكن كنقولوا الانتظام كيخلق ديك العلاقه الثلاثيه مع المواطن عندكم مجموعه ديال المطالب انتم سميتوها عندكم عنصر الوطني كجمعيه وطنيه كنطرحوها
كمهنيا خصهم يعرفوا هذه ديال هكا الملك العمومي تخلص لان ما يمكنش حتى جهه معينه ما تسمح بشي حاجه سميتها فوضى التماس هو ما كيتسمحش انا عندي قنيطرة باش تيكون قنيطرة راه كبيرة على مكناس ها تكون شاطرة راه دازت مكناس قنيطرة عندها لاباز ديالها كبيرة بزاف كبيرة بزاف حتى إلا خصات في لاطاكس ما يأثرش على التوازنات المالية ها هو كيفاش الحساب كيدار لاش لاش ما عندناش المداخل مزيان لا حنا المداخل اللي عندنا عندنا الوعاء ديالنا دابا حنا كنحاولوا علاش قلت لك أنا راه قبيلة شرحتها للإخوان كل ما توسعات قاعدة الوعاء الجبائي العلاج الثقل الثقل الجدائي ما كيجيش يتقيل حيت انت دابا عندك واحد تقريبا واحد 120 واحد ما كنتيش تخلص الجهه الاخرى حنا في اطار تحقيق واحد التوازن مالي كتحس به الجهه اللي كتجي تخلص هذوك 120 ملي غادي يجيو كون متاكد داك الشيء غادي يتبازل بواحد الطريقه اكيد اللي كتسمى ديك العداله الجدائيه اما المنتمى ديالكم يهبطوا حنا هنا نوضنا تعاوننا كاملين وسعنا هذه القاعده الجدائيه وكبرات راه كون اكيد على ان داك الشيء كان يرجع لينا اتلبى المطالب ديالو وتكون عندك الجماعه استخلصت الحقوق ديالي تقدر تستثمر فيها عرفتوا ما كنطلبوش الضوء لا دابا حنا خصنا نعرفوا واش يمكن توحد الدرع شو عارف انا اصلاح الجبال دابا اللي كيتسالوا اصلاح الجبال واش كنتو شو يكون شو باش نجي نديك لاغا كريتها صاحبي كنصير التعب اللي حنايا سيت وعاود وتقلب عليها الكونطاب سي عمالك سي هذه خدمه صاحبي شنو نسالي مطالبوا طالبوا ما عندهم والله لا 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 ل